السلام عليكم. ساعة القيامة أو لغلوج دي لابوكاليبس هي واحد الساعة رمزية لوضعتها إدارة مجلة علماء الذرة التابعة لجامعة شيكاغو. هاد الساعة الهدف منها هو تنبيه البشرية لقرب نهاية العالم، فإلا وصلوا أقارب الساعة منتصف الليل أي 12 الليل فهذا كيعني أن شي حرب نووية غادي تنوض وغادي تمحي الجنس البشري من سطح الأرض. فكرة ساعة القيامة جات في الوقت اللي كانت فيه الحرب الباردة ما بين روسيا وأمريكا في الأوج ديالها، وأول ما توضعت سنة 1947 كانت كتشير 12 قل 7 دقائق، وصلت للذروة ديالها أي 12 قل 2 دقائق سنة 1953 بسبب تجارب القنبلة الهيدروجينية اللي قامت بها روسيا وأمريكا دائما. ايرون ميدن كانوا خرجوا أغنية كتهضر على هذه الأحداث سميتها 2 Minutes to Midnight في ألبوم Power Slave سنة 1984، دار في 20 يناير من هذه السنة. فكل سنة كيدار تحديث الساعة حافظت على التوقيت ديالها اللي كانت فيها هاد العامين الآخرين أي 100 ثانية على منتصف الليل، وبالضبط الساعة كتشير 11.58 دقيقة و20 ثانية، وهذه هي أقرب وضعية لنهاية العالم. والسبب هو الأوضاع الحالية للكوكب من فيروس كورونا والتغيرات المناخية وحتى الملف النووي الإيراني. السبب علاش درت هذا الفيديو هو التصريح الأخير ديال بوتين اللي كيهدد فيه الدول الأوروبية باستعمال السلاح النووي، وكيطلب من الجنرالات الجيش الروسي أنهم يوجدوا راسهم لشي ضربة نووية في أي وقت. уважаемые коллеги вы видите что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. صراحة ما عرفتش واش هاد التحديث الأخير خدا باعتبار هاد الحرب الروسية الأوكرانية ولا لا. والمهم الله يحفظ الجميع وتهلاو في روسكم.